يسروا، ولا النبي اللي بيقول تعسروا وبشروا ولا تنفروا. بس خلاص. يا محمد، سلام أم محمد، ماشي. السلام عليكم، ازيك يا أم محمد؟ عليكم السلام. ازيك يا بنتي؟ عامله ايه أهلا حبيبتي؟ وسهلا، ازي حضرتك؟ انا بصي مهما اقول على البرنامج ولا على الحمد الشيخ لله، الافاضل ولا الله يحفظك، عليكم مش هوفي الله ولا يكرمك، اقدر ان انا اديكم حقكم. الحمد لله، حقكم ربنا ان شاء الله هيديهولكم، يا لكم الله الله نجعله ان شاء الله في ميزان حسناته. يا رب. بس اسال الشيخ بس سؤال طبعا بعد ذلك. عيني. السلام عليكم يا شيخ عليكم دمشق. السلام يا هانم، اهلا وسهلا. اهلا بك يا عم الحاج. احنا في الحج شفت وش ناس الخير؟ ان الناس ياما بيصلوا في المخيم، اه لناس طلعوا على جبل عرفة، ايوه لناس ما لحقوش الصلاة ولا يطمعوا الخطبة لان الشوارع اتقفلت جميعا، حلو. وراحوا طلعوا على جبل الرحمة وصلوا عليه. ايه الحكم في كده؟ اللي ما تمام، حضرش وصلى الصلاة وسمع الخطبة مع الشيخ. حاضر يا فندم، حاضر. بس الله يجبرك ويجبر خاطرك، امين الله، السؤال ده مهم امين جدا عندي. الله. امين امين. الجمال ده، دي شفت رسالة، بقى الدعوة الجميلة، دي ان شاء رسالة. الله خير يا رب. ابشري. طيب ها، الحج بقى ايه الصح في الحج؟ ما هو ده، انت حطيت دعاء عريض قوي. ده احنا عايزين نعمل سلسلة بقى عن حاضر، الحج ده ما ان احنا شاء الله. داخلين بقى ان شاء ممكن الله نعمل ربنا السلسلة يكرم. بتاعتنا في اللي جاية، الانسان في الحج بقى. ماشي. وخدي بالك برضو في الحج نفسه قيمة التيسير. لما واحد يجي للنبي في يوم العيد يقول يا رسول الله انا حلقت قبل ما اذبح، افعل ولا حرج. طب انا طفت يا رسول الله قبل ما قبل ما اذبح، افعل ولا حرج. طب انا رميت قبل ما اطوف، افعل ولا حرج. الله. وسيدنا النبي يجي في الحج يقول وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ذبحتها هنا ومنى كلها منحر. وييسر ويدي تصريح للمرضى واصحاب الحاجات واللي بيسقم واللي بياكلوا الناس ان ما يباتوش في منى ويباتوا في الحرم. شوف ويقول ايه، ممكن توكلي حد يرمي مكانك. ما هو كل ده يا مولانا، كل ده تيسير. فالست ايوه سالت ربنا يرزقنا بالحج في هذا العام، ده بشرى ان شاء الله. تقول ايه؟ بص يا فندم، تصلي في المخيم بتاعك مع الشيخ او الداعيه اللي معاكي، تصلي وتسمع الخطبه ماشي، في مسجد نمره برضه ماشي، في اي مكان في ماشي. جبل الرحمة اسمه أو بالمناسبه ما جبل عندناش عرفة. حاجه اسمها جبل عرفه. امال ايه جبل؟ ما فيش حاجه اسمها جبل عرفه. في عندنا حاجه اسمها صعيد عرفات، اللي هي المنطقه اللي اسمها عرفات او عرفه، انما الجبل اللي في وسط المنطقه اسمه جبل الرحمه. وسيدنا النبي لما وقف ما الزمناش نقف هنا، قال وقفتها هنا ها وعرف كلها موقف. ومش معنى الوقوف في عرفه يعني ابقى واقف كده، لا، الوقوف يعني المكث والدعاء. طيب لو حد بقى ما صلاش او ما سمعش الخطبه، لا يؤثر في الوقوف بعرفه نهائيا. فمن وقف على عرفه وجمع بين جزء يسير من الليل وجزء يسير من النهار، خلاص فقد جزء يسير من فقدته. الليل، يعني ممكن يصلوا المغرب ويمشوا ده المهم قبل غروب الشمس، يجمع قبل الغروب وبعد وبعد الغروب اقصد. لو يعني خمس دقائق يا فندم. احنا بنروح بدري وبنصلي الظهر والعصر جمع وقصر. حلو، ما هو ده بقى السنه، بس يعني ما يؤثرش في الظهر الوقوف. ركعتين والعصر طب ركعتين. انا اقول لك باب التيسير يا فندم، لو في حد مريض مثلا او حد عنده عذر، عارفه بيعمل ايه؟ بيروح بالطياره ويقف فوق الصعيد عرفات، يقف شويه مع الليل والنهار ويمشي، خلاص كده واقف على عرفه. يعني الصلاة بكل أشكالها جائزة، ايوه بالظبط، صلاة الظهر لوحدها والعصر لوحده جائز، ما كله جائز. لحقش طب بس هو يصلي. سيدنا النبي جمع وقصر. طيب احنا الجمع والقصر ده اللي هو ظهر وعصر مع بعض.